إذا حاب تحكي شيء أنا عادي، ممكن أوصل صوتك لكل العالم. احكي اللي بدك إياه. هل هذا يجوز؟ هل هذا منطق؟ هل هذا ضمير؟ هل هذا يعيش الناس هكذا؟ ماذا فعل الشعب الفلسطيني؟ لأنه يريد الحياة بكرامة، يريد الحياة بشرف. ما ذنب بالأطفال؟ وما ذنب بالنساء والمرضى؟ وما ذنب بالمرضى؟ وما ذنب هؤلاء الذين يروا الأمرين، يروا الأمرين من هذا الاحتلال؟ أنا أدعو كل ضمير حي في العالم أن يرتقي إلى مسؤولياته. نحن لن نستجدي أحدا، ولكن نستجدي الله. الله هو الذي يحمي هذا الشعب من هذا الألم ومن هذا العذاب، لأننا شعب نعيش ونستحق العيش بكرامة وشرف.